مشاهدينا أهلا بكم في لقاء خاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية على شاشة التلفزيون المصري بيت كل المصريين. كل عام وقداستك بألف خير يا سيد. وانتم طيبين وأهلا وسهلا وسنة جديدة سعيدة. احنا سعداء بأننا بنبدأ حوارنا، وخليني بعد إذن قداستك أقول خلفية أعتقد أن كتير من المصريين يعرفونها عن قداسة البابا. يعني قداسة البابا يلقب بالرجل الاستثنائي في التاريخ الحديث للكنيسة المصرية لأسباب عديدة، أهمها أنه تولى قيادة الكنيسة في 4 نوفمبر 2012. يكفي ذكر التاريخ حتى تدرك حجم التحديات والصعوبات اللي واجهها قداسة البابا. مفهوم جدا، ودي بعد إذن قداستك نفسي قوي نبتدي إحنا كمشاهدين نبقى فاهمينها، إنه حجم التحول المؤسسي واللي حصل داخل الكنيسة ليس بعيدا عن ما حدث في المجتمع. يعني حابة قوي أبدأ مع قداستك. أولا كل سنة قداستك بألف خير، أتميت السنة دي 10 سنوات على كرسي ماري مرقس الرسول. في ال10 سنين دي مهم قوي نفهم إيه التحولات اللي حصلت في المجتمع وبالتالي أكيد أثرت على الكنيسة. الحقيقة هي 10 سنين يعني مليانة بالأحداث جد. لكن البدايات بتاعتها هي اللي صعبة شوية. سنة 2011 حصلت فوضى في مصر وأطراف كتيرة والبلد ما بقتش مستقرة، مظاهرات، متاعب، صراعات، وناس كتيرة كانوا مش فاهمين إيه اللي بيحصل، مين اللي ورا الأحداث مش معروف، ده في المجتمع. بالظبط. موازي للدولة، موازي في الكنيسة، إن البابا شنودة كان في السنة الأخيرة يعاني من أتعاب كثيرة جدا. فضلا عن أتعاب الشيخوخة، لكن أتعاب مرضية متعددة. فكان في تحولات داخل الكنيسة كمان خالص. وطبعا صح هو الآخر وقت كان بيخدم، لكن الظروف الصحية كانت غير مواتية، وكان بيسافر بره للعلاج فبيغيب كتير، في عدم استقرار. سنة 12 في مارس تنيح البابا شنودة، وفي نفس الوقت الفوضى اللي كانت موجودة كانت على زادت. زادت خالص. في يونيو 12 تم اختيار رئيس للبلاد، وكل المصريين كانوا حاطين ايديهم على قلبهم من اللي بيحصل. وابتدى يوم ورا يوم نشوف ان مش دي مصر. مصر بتتسرق، مصر بتتغير للأسوأ، مفيش شيء مستقر. الوزير ممكن يقعد في وزارته اسابيع ويروح، مفيش استقرار في كل حاجه. صوره مصر في العالم بقت مش تمام. أحداث كتيرة 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 كتيرة. في نوفمبر زي ما حضرتك ذكرتي في 12 تم اختياري للمسؤولية دهيت. كانت في عمق المعمعة يعني كما يقولون، لغاية ما ابتدى الميزان يتعدل بثورة 13. ابتدى بقى شوية بشوية وابتدى نشعر ان في حاجه جديده هتبتدي. بقى في دستور جديد، برلمان جديد، رئيس جديد. كان في الفتره انتقاليه اللي فيها سياده المستشار عدلي منصور، وبعدين انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هم يعني من 11 ل 12 ل 13 امور كلها احداث كثيره. لكن بعد كده ابتدت الامور تستقر. ظهر الارهاب بعنفه. واضح انه ذاكره قداستك مرتبه جدا، لانه حتى بترتيب الاحداث حضرتك لم تغفل نقطه حتى رغم الايجاز. لكن ايه في التاريخ في ال10 سنين على كرسي ماري مرقس تعتقد انه كانت السنه الاصعب او تسميها السنه الاصعب؟ بلا شك السنه الاولى. السنه الاولى لعدم استقرار البلد، المجتمع. لكن في فترات، بلاش نقول سنة، يعني السنة دي كبيرة طويلة، لكن مثلا في فترات، مثلا هجمات الإرهاب كانت مواقف شديدة الصعوبة، ومواقف في مصر مش معتادة عليها. فحصلت في 16
حادثة البطرسية في 17 في إبريل، حادثة المروسية في اسكندرية، وكنيسة ماري جرجس في طنطا في نفس الوقت، كان يوم عيد، عيد الزعف. ويعني واعتقد و2000 عايزه افتكر انه الاعتداء الجماعي على عدد كبير من الكنائس ده كان في اغسطس 13. في 2013 اغسطس 13، ما هو امتداد للسنة. ايهما اصعب؟ لان انا عارفه ان انا بسال في قصه فاتت ومش عايزين نفتكرها، لكن السنوات دي كان لقداستك دور وطني اقدر اقول مش بس كان في حمايه للكنيسه، لكن كان في حمايه للبلد. فكانت الاختيارات والقرارات بتتخذ ازاي في الكواليس؟ طبعا الاعتداءات على الكنائس اللي تمت في يوم واحد 14 اغسطس سنة 13 وفي اماكن كتيرة، واتأثر بيها ما يقرب من 100 مكان بين كنيسة ومدرسة ومبنى خدمات، وده لانها حصلت كلها في يوم واحد، هو ده كان اللي فيه شكل من اشكال الصعوبة الشديدة. والنقطة اللي كانت يعني تشغل ذهني في وقتها، أنا كان لسه بقالي 7-8 شهور في البطريركية، اللي بتشغل ذهني البلد حافظ عليها إزاي؟ البلد هو أي طوب بيتهدى هيتبنى، يعني دي مش القضية. أي حاجة الجملة الذهبية يعني هتتبنى. وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. وكمان في حاجة عايز أقولها لحضرتك، إن العنف اللي كان موجود مش هو طبيعة المصريين. فكان عندي قناعة كاملة إن ده من الخارج، مش خارج مصر، خارج إطار المصريين. ما احنا عايشين طول عمرنا ويا بعض. وكان عندي قداستك قناعة إنه ده سيعبر. طبعًا. وأعتقد إنه كانت الحكمة جزء من قدرتنا كلنا على العبور. بيقولوا كل شيء يولد صغيرًا ويكبر مع الأيام. إلا المشاكل. تولد والأزمات كبير. تولد كبيرة وتصغر مع الأيام. هتعبر. قداسة البابا، يعني احنا النهاردة في مناسبة أعتقد أنها المناسبة الأقرب والأكبر والأكثر قربا من كل المصريين، مش قادر أقول من الكنيسة المصرية أو المصريين المسيحيين بس. عيد الميلاد المجيد بما يمثله من فرصة حقيقية، مش بس عايز أقول للتقارب، احنا قريبين طول السنة، لكن لأننا نعرف بعض. سؤالي النهاردة، إلى أي مدى قداستك تقيم معرفتنا ببعضنا البعض، المعرفة العميقة اللي على مستوى أكبر يمكن من بس احتفالات العيد؟ إحنا المصريين بنحب الأعياد، بنحب الفرحة، وبنحب اللمة، دي طبيعة فينا وطبيعة محبوبة عند كل المصريين ومن أيام الفرعون. عيد الميلاد له خصوصية شوية، أولاً لأن العالم كله بيحتفل بيه في تاريخ سابق على التاريخ بتاعنا. في تاريخ ثابت 25 ديسمبر. والاختلاف بين 25 ديسمبر و7 يناير ده اختلاف في تواريخ. حسابي يعني، مش حسابي. اختلاف فلكي في العقيدة أو القناعات. لا لا لا، ملوش دعوة بالعقيدة خالص. الشرق والغرب. بس. فده من ناحية الاحتفال. الحاجة بقى المهمة إن الاحتفال دايما يكون في بداية سنة. البداية. برضو كلمة البداية دي حاجة جديدة، لما ابتدي شيء، لما ابتدي زيارة، لما ابتدي استخدم حاجة للمرة الأولى بيبقى لها مشاعر ولها معاني معينة. وكلنا لما بنبتدي السنة الجديدة بيبقى لنا أمل إنها تكون سنة حلوة وسنة مبروكة وسنة فيها خير وما فيهاش أي متاعب، ما فيهاش أزمات، فكلنا بيبقى عندنا روح رجاء وروح أمل لهذا العام الجديد. فده بيضيف فرحة على مناسبة العيد، طبعا ميلاد السيد المسيح، لكن بيضيف فرحة أنها في بداية سنة، الكل بيشترك فيها، الكل بيقدر المناسبة دي. وعايز أقولك أن ده أول عيد في السنة، يعني السنة بتقابلنا فيه أعياد كتيرة، يمكن دي أسباب بهجتنا كلنا بيه. يعني ده أول عيد. طب في رسالة أعتقد أنها رسالة محبة وتقارب ورسالة مهمة جدا، زيارات السيد الرئيس للكنيسة ليلة عيد الميلاد، وما هيش سر يعني ليس خفيا على أحد أنه ده اختلاف كبير جدا عما كان يحدث في السابق. إلى أي مدى الزيارات دي بقت تمثل بالنسبة لقداستكم للمصريين المسيحيين طمأنة، محبة، ود،
عايز أعرف ترجمة هذه الزيارة خلف ما نراه في الصورة الحلوة كمان اللي بتكون في الكنيسة. ابتدى السيد الرئيس تقليد ده من يناير 15 وصار تقليد جميل، وبعد سنتين قبل ما يدخل سيادته الكنيسة الكاتدرائية وإحنا بنتكلم كده، فقال أنا عايز أقول لكم على مفاجأة، بيقول لي يعني هيبقى فيه مفاجأة، فأعلن على إنشاء الكنيسة والمسجد في العاصمة الإدارية. فبقت كمان الزيارة تحمل عنصر المفاجأة والأخبار الحلوة طول الوقت. وهنصلي فيها السنة الجاية. طبعا لما قال السنة الجاية الكنيسة بالضخامة دي هتبقى السنة الجاية ازاي يعني؟ لكن يعني نشكر الله يعني النعمة والمعونة كانت في مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية وإصرار السيد الرئيس، وفعلا صلينا في يناير 18. واعتقد وكل سنة وانتم طيب، انا عارفة انه السنة دي كمان وكل سنة يا ربي يديمها نعمة انه نصلي في وطننا آمنين. سؤالي بقى، لانه بحس كده انه قداستك ليك منهج غير معلن، هو انه نأخذ الكنيسة الى قلب الوطن. يعني كنيسة في عهد قداستكم انفتحت اكتر على الوطن، بقى في مشاركات ايجابية حقيقية من شباب الكنيسة اللي لسنين طويلة برضو كان جوه سور الكنيسة، كنا دايما نقول كده. الى اي مدى قداستك شايف انه ده عاد بنفع على الشباب نفسهم ومشاركتهم في المجتمع وعلى الكنيسة كونها برضو في سياق معرفتنا ببعضنا البعض؟ عنصر المعرفة ده عنصر واسع، واحنا برضو كشعب مصر لنا التاريخ الطويل والمشترك من أيام الفراعنة والعصور المسيحية القبطية وعصور الإسلامية وتجاورنا، وإن التاريخ بنصنعه سويا، فوجودنا ويا بعض في التاريخ الطويل ده بيحتاج مننا نوع من معرفة الآخر دائما. من ضمن الحاجات اللي ذكرت كتير كل اللقاءات اللي اتعملت وأنا شرفت ببعضها مع قداستك، بلاقي انه في عنوان طول الوقت هو عمق شديد مع بساطة شديدة جدا في العرض. عشان كده هاخد راحتي شوية ومساحة ان انا اتكلم في موضوعات قد يبدو انها يعني بتطرح بره هذه الجلسة بحساسية شديدة. اولها اني عايزة اسأل قداستك عن العلاقة بين الكنائس المصرية الثلاث، لاني وبرضو لازم اسجل ده، يعني احنا مش عارفين طبيعة العلاقة دي فبنتعامل معاها بحساسية شديدة وبغموض شديد. اسمحي لي أذكر حاجة في التاريخ، يعني الكنيسة المسيحية في العالم كانت كنيسة واحدة لغاية القرن الخامس الميلادي. الخامس الميلادي بالتحديد سنة 451. في 451 حصل مؤتمر المجمع. المجمع ده اختلف فيه الغرب مع الشرق. الاختلافات دي كانت بالأسباب التالية: أول حاجة اختلافات سياسية، الشرق له وضعته والغرب له الوضعية بتاعته، والنوع الثاني في الاختلافات كانت اختلافات اللغة، المصطلحات ترمينولوجي، والحاجة الثالثة اللي هو الاختلافات الذاتية، أنا أحسن منك وأنت أحسن مني، اللي هي موجودة في العالم كله لغاية النهاردة. الذات. الذات دي المدمر. أصل كل المشاكل. أصل كل المشاكل. بسبب الاختلافات دي انقسمت الكنيسة غرب وشرق. غرب اتسمت الكنيسة الكاثوليكية، سموا نفسهم الكنيسة الكاثوليكية. كلمة كنيسة كاثوليكية يعني الكنيسة الجامعة. وبعضها كان في خلافات عقائدية برضو بعد كده بقى. بعد كده ابتدت سلسلة من الخلافات العقائدية، لكن الأصل ما كانش عقائدي. ما أنا بقول لحضرتك أن الجميع كان واحد. في المجمع بتاع خلقدونية اللي هو حصل فيه الانقسام أو الانشقاق كان في خلافات عقائدية خدت الصبغة السياسية والصبغة اللغوية ووجود الذات. فتخلوا كثيراً عن الروح المسيحية اللي عاشت خمس قرون للأسف. حصل انقسام، بعد كده حصلت انقسامات بقى في كل ناحية لغاية ما بقى في انقسامات موجودة على مستوى
العالم. يعني آخر انقسام شفناه لما كنيسة أوكرانيا انقسمت عن كنيسة روسيا، انفصلت. ده انقسام. فأحيانا الأصل واحد بيكون سياسي، ما هوش طول الوقت دين. لكن حاليا قداسة البابا ده تاريخ العلاقة، حاليا احنا ليه بنتعامل مع الموضوع ده بحساسية؟ يعني بعضنا برضو بيشوف انه الاختلاف تنوع والاختلاف قوة، وحتى احنا في المجتمع اختلافنا عن بعض ثروة. ليه احنا بنتعامل مع الكنائس الثلاث بحساسية؟ وانا بتكلم هنا عن بعض اعضاء الكنائس الثلاث. عايز اقول لحضرتك ان في حركات في العالم جمعت كل الكنائس، مثلا مجلس الكنائس العالمي، بس يتجنبوا الحديث في مواضيع العقيدة، لكن في تعاون على مستويات كثيرة قوي، مستويات اجتماعية يعني. مثلا مجلس كنائس الشرق الأوسط وإحنا أعضاء فيه، مجلس كنائس مصر وده مجلس حديث عمره 10 أو 11 سنة، في مجلس كنائس كل أفريقيا، في مجلس كنائس أوروبا. يعني في شكل من أشكال التعاون والمشاركة والمحبة، وده بينطبق علينا في مصر برضه. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا اسبوع اسمه اسبوع الصلاة السنوي. اسبوع الصلاة ده بنصلي مرة في كنيسة قبطية أرثوذكسية، مرة في كنيسة كاثوليكية، مرة في كنيسة بروتستانتية، مرة كنيسة سوريانية، ومرة كنيسة أرمنية في مصر. كده كتعبير عن المحبة المتبادلة ما بيننا. في علاقات حلوة، بس طبعا في صغار نفوس. ايوه انا بسال على دول بقى. ايوه في صغار نفوس ما بيبقاش فاهمين، بيبقى مش شايف غير نفسه، شايف غير نفسه، وغير نفسه يبقى الباقي كله غلط. اعتقد انه خطاب التعصب وخطاب الخالي من المحبه لقداستك بتقول هو ترجمه لقول من اقوال السيد المسيح او لرساله السيد المسيح ليكون الجميع واحدا. انا قادر افهم ده، ودايما قداستك تتكلم عن الذي يجمع مش اللي يفرق. لكن خطاب الكراهيه او خطاب التعصب اذا صح التعبير موجود طول الوقت. ازاي حضرتك او ازاي قداستك شايف انه يجب أن يتم التعامل معه، أو كيف تتعامل معه بسلطتك الكنسية إذا صدر من رجل دين، خلينا نقول من داخل الكنيسة أو من خارجها؟ يعني هو بيحصل طبعا الكنيسة لها صوتها الرسمي. صوت الرسمي يعني كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اللي هي الكنيسة الوطنية في مصر لها صوتها الرسمي، وصوتها الرسمي ده بيطلع من مركزها هنا في القاهرة. ممكن فرد كيف ما يكون موقعه يسيء التعبير ويسيء الفهم، وممكن يقول كلام غير مناسب لنا. معاملاتنا وياه داخليا، المساءلة والتحقيق والعقاب، كل ده بنعمله داخليا. لكن أنا يهمني جدا ألا تجرح المحبة اللي ما بين الجميع. ألا تجرح المحبة طبعا. بس أنا عايز يعني أضيف حاجة لحضرتك. المشكلة إن هو البابا وهو المدير. بمعنى أنا بقوم بالدورين دول. قدست. هو البابا. أي والد عندنا أو أي بابا له طريقة تعامل. أب. لكن في نفس الوقت هو المدير، النواحي الإدارية بقى. يعني في محبة وعدل. في محبة وحزم. حزم. فهي بتيجي من كده. ما اقدرش مثلا امسك ابني ده اللي غلط وافضحه، ولا عملنا فيه وخلينا فيه وسوينا فيه. ما نقولش. وصلت رساله قداسه بابا، ودي رساله مطمئنه، لانه اعتقد انه طول الوقت بشوف كده انه القواعد تتلاقى، لكن يفضل بعض الناس زي ما قداستك وصفت كده انه ليه قناعاته الخاصه. بقياس اخر، ومش عايزه اقول انه في قياس بعيد عن برضو قليلين من صغار نفوس، بعتقد انه ملف المواطنه من الملفات اللي طول الوقت كانت مطروحه ككلمه اجتماعيه كده بنروج بيها حاجه لطيفه. انا ملاحظه، وما اعرفش قداستك صلح لي الجمله دي، ما بطلنا نستخدمها. دي علامه ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه. ايجابيه خالص. اولا لانها بتتحقق على ارض الواقع. ما بقتش قبل كده كنا بنعملها ديكور. ديكور في المناسبات، في اللقاءات، في الاجتماعات تتقال كديكور.
لكن النهاردة أسس المواطنة الحقوق والواجبات خدت مسافة كبيرة وبعد كبير في الحياة المصرية، وده شيء يحسب للسنوات من أول بداية 14. ده شيء يحسب فعلا، والطريق لسه طويل، وكل يوم نقدر نبقى وكل يوم بنشوف الوضع بيتحسن وبيظهر بصورة لتحقيق المواطنة الصح، إن كل الأفراد هم مواطنون أمام القانون بفعل الدستور وأمام الحياة الاجتماعية في مصر دون النظر لأي حاجة تانية. ده حقيقي، وأعتقد أن دي غاية لكثيرين بغض النظر حتى عن القضايا الدينية، يعني طبعا فكرة المساواة. قداسة البابا، مهم جدا في مناسبة حلوة زي النهاردة أنه نعرف دور الكنيسة في الوطن. يعني بعض الناس أو كتير من اللي قابلهم في حياتي يعني يقولوا لي أنا اتربيت في مدرسة مسيحية فتعلمت كذا، ده الجزء اللي هو يعرف بيه الكنيسة أو يعرف بيه الآخر من خلال أنه شاف الحتة دي التعليم. في عالم جوه الكنيسة ونظام ومؤسسات تعليمية وتدريبية وتنمية وأسرة، لطيف أن قداستك تفهمنا المنظومة الكبيرة دي تقدم إيه للمجتمع. عايز يعني أذكر لحضرتك الأساسيات بتاعت كده. الكنيسة مؤسسة روحية، عملها ودورها روحي، زي ما أقول المستشفى دي دورها صحي أو طبي، المصنع ده دوره هندسي، فالكنيسة مؤسسة روحية. يعني إيه مؤسسة روحية؟ يعني ده هدفها الأول، ده الهدف الرئيسي بتاعها، ده باختصار شديد طبعا دون دخول في التفاصيل. يعني يبقى عايش على الأرض ولما يروح السماء يبقى له مكان، بس كده باختصار شديد، وده تركيز من غير بقى يعني نفقد الهدف يعني تفاصيل كتير. صح جدا. لكن الكنيسة كمان لها وظيفة اجتماعية، هي موجودة على أرض المجتمع، فهي خادمة للمجتمع. هي جوه الكنيسة خادمة للنفوس عشان يبقى لهم مكان في السماء، وفي المجتمع هي خادمة للمجتمع عشان تحفظ المجتمع. ايه أكتر الأدوار اللي قداستك بتعتقد إن الكنيسة مهم إنها تحافظ عليها في خدمة المجتمع؟ واحد، المدارس. المدارس المسيحية، وإنجاز التعبير ده بين قوسين، هي مدارس لكل المصريين. وده عمرها ما كانت للمسيحيين، لكن هي خالص رؤية التربية، والهدف بتاعها درجة عالية من التربية. وده اللي بيخلي اللي تربى في مدرسة زي كده منتمي إليها بشدة جدا. يعني بعض الفنانين اتربوا مثلا في مدرسة سان مارك في اسكندرية، هو فنان كبير عمره 50 و60 سنة يقول أنا خريج سان مارك، ويفضل خريجي المدارس دي يقولوا يدينوا بالفضل للمدرسة، ما يفتكروش الجامعة ولا المراحل اللي بعدها. كنت مرة في زيارة لأحد رؤساء الدول في أوروبا، فكانوا هي اتنين من الأسقفة وواحد السفير المصري، فرئيس الدولة بيتكلم بيقول أنا خريج مدرسة من المدارس المشهورة في العالم، فرد عليه السفير وقال له أنا خريج نفس المدرسة في مصر، فردوا الاثنين أسقفة وقالوا إحنا خريجين نفس المدرسة اللي في مصر. بيفتخروا. حاجة حلوة. فالدور الاجتماعي مدارس مستشفيات، مراكز تأهيل مهني، ودي متعددة خالص، وده بيقدم للكل مثلا إحنا عندنا برنامج كبير خالص في أسقية الخدمات اسمه برنامج المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة لناس بياخدوا حاجة زي قروض، والأسقفية تساعدهم في العمل الفني والتدريب، ويعملوا مشروع مشروع ينجح ويكبر. مثلا عندنا شغل كتير خالص في مجال التنمية. الأسقفية دي كيان فيه بيشتغل فيه 500 شخص، يروحوا قرية يعملوا عملية تنمية شاملة في القرية. احنا مثلا بنشارك في بروتوكولات حياة كريمة، يعني برنامج حياة كريمة ده بنشارك فيه في مواضع كتيرة، وعاملين بروتوكول بين الأسقفية وبين مؤسسة حياة كريمة. إذن وده شيء مطمئن ومفرح إنه المؤسسات الدينية ليست ولا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع، مش يعني ممكن. مش
لما بنقول انه في المكان ده اتبنى جامع او اتبنت كنيسة، احنا بنكمل الشكل الطبيعي للمجتمع، مش بنعمل مجتمعات صغيرة داخل المجتمع. وده مرفوض تماما. كل مستشفياتنا اللي موجودة او المراكز الطبية او حتى العيادات مفتوحة لكل المصريين، كل مدارسنا مفتوحة لكل المصريين، مراكز التدريب المهني مفتوحة لكل المصريين، برنامج المشروعات الصغيرة لكل المصريين، مراكز اللغات يعني مراكز اللغات مفتوحة لأي حد يحضر. أنا دايماً بحب قوي جملة اللي بيقولها سيادة الرئيس لما يقول الكنيسة المصرية. طول الوقت الهوية المصرية للكنيسة. هو بيشرح الكلام اللي حضرتك أو قداستك شاركتنا بيه. سأذن قداستك نروح لفاصل قصير، بعده نرجع نسأل في تفاصيل وأمور أعتقد ناس كتير النهاردة مستنية تسمعها من قداسة البابا، تحديداً عن قوانين معطلة وعن تفاصيل عناوين أخبار الكنيسة جزء منها، لكن قداسة البابا أكيد عنده الإجابة عليها بعد إذن قداستك. فاصل ونكمل مع حضرتكم. مرة تانية بنستكمل لقائنا مع قداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الكلام روحنا في أماكن أنا عارفة أنه متفرقة، ليس فقط الاحتفال بالعيد لكن الاحتفاء بأننا معا، والاحتفاء بأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه كمصريين سويا. أنا بعتقد أنه دي من أكتر وأغلى الحاجات اللي نجحنا فيها على مدار الوقت اللي فات رغم صعوبات كتيرة لا يغفلها أحد. وعشان كده عايزة بعد إذن قداستك أرجع بقى وأسأل في الصعوبات. حاجة من الحاجات الجميلة اللي الناس كتير ما تعرفهاش انه الكنيسة في صلواتها بتصلي من اجل البلد كل يوم. ضمن الصلوات اللطيفة ارفع عنا الغلاء والوباء وسيف الاعداء، مش كده؟ الغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الاعداء. انا اصلي خدت الثلاثة دول عشان الثلاثة عدوا علينا. فاحنا دلوقتي خلصنا سيف الاعداء الحمد لله، وخلصنا من كتير من التوترات، والوباء عدى. الغلاء والأزمة الاقتصادية حقيقي فعلا ممكن أن ندرك حاجة أو رسالة روحية ممكن نساعد بيها الناس في ظل وقت صعب وتحدي اقتصادي كبير؟ في فبراير الماضي قامت حرب، والحرب ده هي بين قوى عظمى، والحرب دي أثرت تأثير بالغ الخطورة على مجتمعات وأوطان وبلدان في كل العالم، وصارت دول وشعوب تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة في الطاقة. الطاقة دي اللي بتسير الحياة، العربية اللي ماشية في الشارع دي طاقة، الأم اللي واقفة في مطبخ بتطبخ محتاجة الطاقة، الطالب اللي بيذاكر محتاج الطاقة. فأثرت على الإنسان تأثير بالغ الصعوبة. بلادنا مش بلاد صغيرة عددا سكانا، تعدوا 100 مليون، وبالتالي فعلا في أزمة في العالم كله ومأثرة عليه. وإحنا متأثرين بيها، وإحنا برضو زي ما بيقولوا دولة من دول العالم النامي لسه. وبالتالي الأزمة دهيت مفترض إن إحنا بنواجهها كلنا ببعض الوعي وببعض التماسك والتكافل. فمثلا الوعي لازم ناخد بالنا إن الزيادة السكانية مؤثرة علينا خالص، جزء من أسباب ما نعانيه. يعني كل سنة لما نزيد 2 مليون وشوية ده أمر خطير على البلد. حتى لما يبقى فيه أزمة المفروض ما نزيدش لغاية ما تعدي الأزمة دي. من ناحية الوعي، من ناحية الوعي أيضا والترشيد استهلاكات الطاقة كلها. يعني لمبة الكهرباء اللي بولعها اللي ملهاش لازمة، مثلا أحيانا الواحد يمشي في الشارع يلاقي عمود النور منور في عز الشمس، طب ما هو ده طاقة مهما كانت صغيرة. وبالتالي أو الأمر الثالث كمان الوعي والترشيد والتكافل بقى. لازم نساعد بعض. ده أعتقد ده دور أصيل للمؤسسات الدينية يظهر هنا بقى. وصدقيني مش المؤسسات الدينية بس، كلنا لازم نساعد بعض خالص، في رغيف الخبز، في ثمرة الطعام سواء خضروات أو فاكهة، في حاجات بسيطة لازم ناخد بالنا.
امبارح كنت في اجتماع مع الاباء الكهنه وفتحنا مواضيع زي كده، فبذكر قدامهم ان في مليار من البشر كبار وصغيرين ما عندهمش كوبايه الميه، الدرينكينج ووتر، ميه الشرب، ما عندهمش. مليار. فمهما كنا نعتقد اننا نعاني، احنا برضو يعني في نعمه كبيره، في نعمه كبيره 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 خالص. وانا بتعجبني جدا تعبير عمار يا مصر. يعني مصر دايما عامره ومفيش حد بيبات جعان، حتى لو كان عيش وملح، عيش وشويه فول، محدش هيبات جعان. لكن لازم نسند بعض ولازم نشعر ببعض. في رؤية قداستك، ايه اللي ممكن تقدمه المؤسسات الدينية؟ وهنا مش بتكلم بس عن الكنيسة، الكنيسة والأزهر منتبهين جدا للدور التكافلي ده. ايه اللي ممكن يتسع في فترات الأزمات؟ دور التوعية ده دور مهم جدا جدا جدا، ان احنا نوعي ويبقى الشخص فاهم. الدور الثاني دور ترشيد كل الاستهلاكات اللي عندنا، كل الاستهلاكات يعني بصورة واسعة. والدور الثالث المساعدة والتعاون والتكافل، والنظر إلى الأسر والأفراد اللي هم ذوي احتياج شديد جدا. في أسر فقيرة، في أسر إمكانياتها ضعيفة، في أسر بيسموها في بعض الدراسات الأسر الهامشية، عايش على هامش المجتمع، وفي أسر يقولوا عليها عايش على حافة الحياة. ده كلام صعب. حافة الحياة. بس في تعبير بحبه كده، في الأسر المستورة. أسر المستورة هي أسرة حلوة وبتمارس وإمكانياتها معقولة، لكن جت أزمة عليهم، حطيتهم في أزمة، مش دارت أزمة الحرب أو أزمة اقتصاد، ممكن رب لا سمح الله أزمة مرض، أزمة مفاجئة، ممكن يحصل حاجة زي كده. فبيحتاج إن من يسند هذه الأسر. طبعا ده دور كبير للمؤسسة الدينية. أنا بشعر إن المؤسسة الدينية يجب أن تعرف أبنائها تماما. تعرفهم. تعرف أبنائها. يعني كلمة أعرف أبنائها يعني أعرفها بظروفهم. يعني أعرف ابني، والحقيقة إحنا بنهتم بالنقطة دي في الكنيسة. إن إحنا نعرف الكنيسة دي بترعى الأسر دي، وأنا عارف كل واحد فيهم إيه. دي نقطة مهمة جدا جدا. فكرة الرعاية الشخصية للأسر بالزبط. والأفراد دي تفرق كتير. إن أنا عايش وياه. ربما برنامج الدولة اللي عاملاه حياة كريمة واهتمام السيد الرئيس بيه وتشجيعه ودفع الناس للمشاركة والشباب اللي بيشاركوا فيه يساهم لحد كبير في الموضوع ده. بالمناسبة يعني قداستك قلت ثلاث نقط أعتقد أنهم متحققين في حياة كريمة، التوعية والترشيد وكمان التكافل بكل صوره، والدعم، يعني في دعم أنه تقدر تكمل بقى من غيرنا. يعني بالضبط. بذكر الرعاية، الصورة الحلوة دي عاوز أسأل قداستك عليها من ساعة ما جينا، لماذا يمثل السيد المسيح في الكنيسة كراعي للخراف؟ السيد المسيح في الكتاب المقدس بيمثل بأكتر من صورة، بس أشهر الصور الاجتماعية اللي يفهمها الناس صورة الراعي وصورة العريس. المجتمع يفهم يعني إيه راعي. طبعا مجتمعات فلسطين يعني إيه راعي. راعي عارف الخرهوف زي ما باين في الصورة، والعريس اللي هو بداية الحياة الجديدة، الفرح. نرجع بقى للكلام اللي شوفك، أنا بحب كلام قداستك الحلو، بس نرجع للكلام الصعب. مهم جدا أنه السؤال الذي لا يخفى أو لا يخفى في يوم من الأيام أن يسأل إذا ما ذكرت المؤسسات الدينية، والحقيقة النهاردة بقى بقينا بنقول الكنيسة والأزهر، أين قانون الأحوال الشخصية؟ قانون الأحوال الشخصية هيستتبعه كثير من الأسئلة. عايز أسأل قداستك عن أوضاع الأسرة، بس هو زي ما نعتقد إحنا، هل هو معطل بسبب أن الكنائس لم تتفق على تفاصيله بعد؟ قانون الأسرة للمسيحيين تم وضع بنوده منذ عدة سنوات، واشتركت كل الكنائس في مناقشته، وفي جلسات كانت بحضور رؤساء الكنائس. يعني أنا كنت حاضر، وغبطة البطريرك الكاثوليك كان حاضر،
وجناب القس أندريا كان حاضر، وممثلين عن الكنائس اليونانية والسريانية والأرمنية، ومع لجان قانونية في مناقشة بعض البنود. هو خد وقت طويل في المناقشة، وبعد كده قدم لوزير العدل، وزارة العدل. ثم الوزارة شكلت لجنة بالمشاركة مع الكنائس، وابتدوا يعيدوا صياغة ويعيدوا مناقشة في كل تفاصيله. وبعد ما بيكتمل في الحكومة وجهات كثيرة تبدي برأيها، مثلا المجلس القومي للمرأة لازم يبقى له دور، مجلس الطفولة والأمومة عشان قضايا لازم يبقى له دور. فكل وعشان ما يطلعش قانون يعني متعارض مع قوانين أخرى أو متعارض مع تفاصيل الحياة اللي بالتأكيد اتغيرت كتير جداً طبعاً عن القوانين القديمة. هو دلوقتي اكتمل وفي مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يعني في المرحلة الأخيرة بالنسبة للكنيسة، بالنسبة للمسيحيين. بس الانتظار كمان عشان في نفس الوقت بيعد قانون للأسرة المسلمة وبيناقشوه، وبرضه بياخد خطواته كلها. واعتقد ان رغبه الدوله ان الاثنين يطلعوا يا بعض، ودي حاجه حلوه. هيبقى قانون يطلعوا، مش قانون واحد كل قانون لوحده، لكن يطلعوا في زمن واحد. عاوز اسال قداستك عن ملف الاسره المصريه. قداستك قلت انه لمده عام هتفضل تلقي عضاتك للاسره المصريه، الاسره المسيحيه. الى اي مدى احنا كمجتمع شايفين، وانا بنقل لقداستك وجع عام، يعني انه في حاله من التفكك وحالات الطلاق مرتفعه جدا في كل الاديان الحقيقه، في حاجه مش مظبوطه. ايه سببها في وجهه نظر قداستك، وايه حلولها اللي ممكن تقدمها المؤسسات الدينيه؟ سؤال حضرتك يعني شقين. احنا في يونيو الماضي كان عندنا اجتماع ويا اسقفه المهجر، الأسقفة الأقباط اللي موجودين برا مصر. فاحنا بنتناقش في بنود الاجتماع، ظهرت مشكلة يعانوا منها في المهجر، وهو تأكيد القوانين المحلية هناك على الجنسية المثلية الهوموسيكشواليتي والسيم سكس مارج. وطبعا دي حاجة مرفوضة تماما في الكنيسة، لكن بقت بإصرار في المدارس في ولايات كتيرة وفي دول كتير، وبقوانين وده سؤال فرعي بس لازم اسال قداستك، بتواجهوها ازاي وتحديدا في كنائس ما هو ده امر مرفوض وبجواره ما يحدث في الاسره. ان الاسره ده الشق الثاني بقى، ان الاسره بتتفكك بسرعه او ما بتتمش او ما بيفهمش هو وهي ازاي يعيشوا ويا بعض. فقلنا طيب يلا نعمل برنامج طول السنه اسمه كده My Family is Holy، أسرتي مقدسة، ونطبقه جوه مصر وبره مصر، ونطبق في كنايسنا إزاي نوعي الشباب والشابات والأزواج والزوجات إزاي إنه يفكر في الارتباط. مشروع تكوين الأسرة أو الزواج أخطر مشروع في حياة الإنسان، لأن الإنسان بيربط حياته بآخر، وإذا ما كانش دارس لهذا المشروع كويس، ده الواحد لما بيجي يعمل مصنع ولا ورشة حتى بيقعد يدرس قبلها شهور، ويجيب ناس ويجيب خبرة ويجيب ويبتدي إزاي وهيسوق إزاي، يعمل عوامل النجاح. فإحنا ابتدينا في التوعية دهيت، لكن في نفس الوقت ابتدينا نحط في كنايسنا ومن وقت كتير برامج ومناهج لإعداد المخطوبين وإعداد المتقدمين للزواج. هل الإعداد ده بيمنع حالات من الانفصال بقدر كبير قداستك قادر تلاحظ، ولا تغير المجتمع فتغير الناس يعني برضو أكمل لحضرتك، هو مش بيمنع، لكن هو لما بيبقى اختار أحيان يكتشف أن اختياره كان خطأ من خلال البرامج دي. يوم هو في سكة وهي في سكة من البداية. ده حاجة كويسة على فكرة. خطوبة تتفك أحسن من جوازة طبعا. وبعض الناس بيتعلموا إزاي يختار. يعني مثلا من القواعد اللي بنحطها بنقول له إيه؟ اختار أم صالحة لأولادك.
يعني مش مجرد اشوف بنت شكلها لطيف وخلاص، ده انا اختار واحده بشوفها هتبقى ام صالحه لاولادي، وانتي اختاري ايضا اب صالح لاولادك. يعني خلي مدى التفكير مش بتاع النهارده، قدام بتاع سنين. الكنيسه المصريه في المهجر مؤسسه مستقره، وبرضه هستعير تعبير قداستك، تعرف يعني الاشخاص المنتمين اليها، تعرفهم معرفه شخصيه. وبالتاكيد القضيه شائكه زي قضيه المثليه طرحت، وطرحت مواجهتها كمان. هل ده اتكلمنا فيه ولا دي من الامور المسؤوله عنها؟ لا، ده احنا اللي عملنا برامج في الحضانه للسن، في الحضانات عشان نوعيهم يوم ما يسمع تعبير الجنسيه المثليه او ما شابه ذلك وهو في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي، يبقى محصن وعارف ان ده مرفوض، وان مش ده الوضع الطبيعي، وان ده ضد الكتاب المقدس وضد إرادة الله اللي خلق آدم وحواء. حلو ده قوي. ده للمهجر بس ولا للمهجر والداخل؟ لا، الحقيقة عاملينها في المهجر. يعني التوعية دي ابتدت في المهجر، ابتدت في أماكن كتيرة. نشكر ربنا مجتمعاتنا محفوظة لغاية النهاردة. بذكر إدارة الكنيسة وإحنا بنتكلم عن تفاصيل يمكن كتير ناس تعرفها ومهتمة تسأل عنها وبعضهم ما يعرفهاش. بنسمع مثلا، ونسمع كلنا كمصريين مش بس انه حد بينسب نفسه الكنيسه يجمع تبرعات، وفي ظل الازمات الاقتصاديه تحصل، الكنيسه بتتصرف ازاي مع الاشخاص اللي بتنتحل صفه؟ الحقيقه احنا طلبنا مرات ومرات تسجيل الزي الكهنوتي. تسجيل الزي، الكاهن له لبس، والاسقف له لبس، والراهب له لبس، وعملناها برسومات وبصور وقدمناها مرارا وتكرارا. الطلب ان تسجل، ان اللبس الزي الكهنوتي يسجل، جزء من الثقافه يعني. لان اللي بيحصل لما كاهن بيغلط والاداره الكنسيه بتحقق وياه وبتوصل وياه الى رفضه من الكهنوت، متاسف التعبير، طرده من الكهنوت، لا نملك ان احنا يسيب الزي بتاعه. ممكن يفضل بزيه، يفضل بزيه، وممكن يرتكب اخطاء، يرتكب اخطاء في المجتمع. وانا مش عارف ايه السبب، يعني مش قادر افهم ايه السبب ان الخطوه دي ممكن تكون خطوه لامان المجتمع. وحصل مؤخرا شخص شايل بطاقه مزوره بالرقم القومي، مزور ومكتوب فيه انه كان، هو مش كاهن، وهو بقاله كده قد ايه؟ اكتر من 10 سنين مش كاهن. مش جزء من الكنيسه خالص. انا عارفه انه قداسه بتتخذ الاجراءات ان تعلم الناس وبتقول ده، بس فكره تسجيل الدي اعتقد انه امر يجب الاخذ به. كل هذا العبء الاداري والثقل الكبير برضو بيخلينا نسال قداستك، لماذا تحمل كل هذا العبء وحدك؟ يعني قدري. نعم؟ قدري. عارفة أنه قداستك يعني ذهن قداستك منظم جدا، وبالتالي أسلوبك الإداري منظم جدا. اسمح لنا نروح لفاصل، نرجع نسأل قداسة البابا بعض الأسئلة عن رمز وطني محبوب جدا لدى المصريين بعد فاصل قصير. خليكم معنا. قداسة البابا، اولا يعني عايزه اشكر قداستك انه على مدار الحلقه كان عندك سعه صدر انك استحملت كل اسئلتنا الصعبه والمعقده واسئله الناس اللي عارفه انها بتوصل لقداستك. اسمح لنا بقى في الدقائق اللي باقيه نسال شويه اسئله بدافع الفضول، واحيانا الفضول صحي جدا يعني. ليه بنقول لراس الكنيسه البابا؟ وترتيب الألقاب في الكنيسة، بعض الناس بتعرفش، طب نقول مين أبونا، مين أبونا، مين الأسقف، يعني ترتيب الكنيسة لو ممكن شرحه بطريقة بسيطة كده. الكنيسة القبطية، الكنيسة المصرية، فيها البابا، بعد كده المطران، بعد كده الأسقف، ودول كلهم غير متزوجين. لأنهم رهبان. بعد كده فيه الكاهن، والكاهن فيه القمص والقس، ولكن هو الكاهن. بعد كده فيه الشماس،
والكاهن والشماس بيبقوا متزوجين. اوكي كويس حلو. البابا هو رئيس الكنيسة، وأي رئيس كنيسة نقول عليه بطريرك. كلمة بطريرك معناها أب أباء. مدام هو رئيس الكنيسة بتاعته بالظبط. لكن لو كان هو رئيس الكنيسة وله رئاسة أخرى خارج مصر، زي مثلا الكنيسة الكاثوليكية، يبقى الرئاسة اللي خارج مصر اسمها البابا، واللي داخل مصر يبقى اسمه، بالنسبة لنا احنا المنصب البابا بيجمع التسميتين. أوكي. البابا والبطريرك، لان الكنيسه المصريه رأستها هنا، هي راس الكنائس الارثوذكسيه في العالم كله. لا متاسف التعبير كده، هي الكنيسه القبطيه المصريه يراسها البابا والبطريرك، الاثنين اللقبين لواحد شخص واحد. بابا نقول عليه بابا الاسكندريه بالظبط، عشان فيها كرسي الرسولي في الأسكندرية. بالزبط. وبطريرك، بطريرك الكرازة المرقسية أو الكنيسة القبطية. طيب بدافع الفضول، وأنا عارفة أن السؤال قد يبدو مضحكاً للي يعرف إجابته، ليه بابا الإسكندرية مقره أو 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 نسبة لإيه؟ لأنه في بعض الناس ما تعرفش ليه إشمعنى الإسكندرية؟ ما هو بطرك مصر. هو بطرك مصر، إشمعنى الإسكندرية؟ يعني إيش دمنهور ليه؟ مثلاً، مثلاً. قدستك من دمنهور مثلاً. كلمة كرسي رسولي يعني بداية الكنيسة تأسست من خلال أحد تلاميذ السيد المسيح. في مصر كان اسمه القديس ماري مرقس. الكراسي الرسولية في العالم خمسة: اسكندرية، أورشليم، أنطاكيا، روما، القسطنطينية. احنا الكرسي الرسولي الوحيد في أفريقيا. واللي بشر مصر القديس ماري مرقس استشهد على أرض الأسكندرية. عشان كده البابا يحمل لقب بابا الأسكندرية، لأن البداية كانت في اسكندرية. واسكندرية زي ما حضرتك عارفة مدينة أقدم من القاهرة. اسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. قبل الميلاد موجودة من قبل الميلاد، أنشئت على يد الإسكندر الأكبر. لكن القاهرة أنشئت في القرن العاشر الميلادي، فبالتالي الكرسي الموجود في عشر قرون. البابا كان قاعد في اسكندرية. يعني الكرسي الرسولي ده موجود عشر قرون قبل أصلا ما مدينة القاهرة تبقى موجودة. حلوة المعلومة دي، أصلا المعلومات التاريخية. وبعد كده اتنقل لمنطقة مصر القديمة، وفضل فيها بيتنقل بقى من مكان لمكان جوه القاهرة، والقاهرة هي العاصمة السياسية للبلاد. فمفترض ان البابا يبقى موجود هنا، لكن الحقيقة انا ليا مكان في القاهرة او زي اللي احنا موجودين فيه، ومكان في اسكندرية، والمقر يعني الاقرب الى قلبي هو مقر الدير. طبعا دير يعني بروح في الدير هناك، ويعني اعيش بقى حياتي الرهبانية. برضو احنا يعني انا هسمي الفقرة دي فقرة الفضول، بدافع الفضول. حضرتك او قداستك انشات في دير الانبا بشوي مكتبه. انا عندي معلومه، وقداستك صحح لي، ان بيجي لها طلبه من العالم كله عشان يطلعوا على الكتب اللي فيها. قولي الرؤيه وراء انشاء هذا الصرح الثقافي والروحي. ما كانش عندنا مكان واحد فيه كل هذا التاريخ. شوية موجودين في اسكندرية، وشوية موجودين في القاهرة، وشوية في بعض الأديرة، وشوية في كنائس قديمة. فكان لازم نجمعها. ففكرنا أن ننشئ المكتبة دي في القاهرة. القاهرة مش ناقصة زحمة. فبعض المختصين وإحنا بنفكر في الإنشاء قالوا لازم ننشئها في مكان جاف عشان نحافظ على الكتب. فأحسن مكان يبقى مكان صحراوي. طبعا. فابتدينا ننشئها في منطقة صحف المقر البابوي. هي بتؤسس على اعتبار انها ستكون اكبر مكتبه قبطيه في العالم، وده جزء من تاريخ مصر. انا شرفت بزيارتها، هي فعلا من الاماكن المميزه في مصر كلها يعني. وبتكبر مع الايام. حتى يعني في التاريخ يقول لك المكتبات بتحلو مع الايام. المكتبه دي عمرها 10 سنين، عمرها 50 سنه بحسب ما تحوي، تثرى. فهي عماله تكبر شويه بشويه، وبنضيف لها امكانيات اكتر واكتر، لدرجة بعض الناس يقولوا انها بعض يعني الاساتذه يقول لك دي بقت صغيره وهي لسه ما كملتش 3 سنين. اكملت كتب بقى. قداسة البابا، السؤال الثالث الفضولي: ليه الكنيسة المصرية بعض الناس يدخل الكنيسة يسمع المسيحيين بيصلوا بلغة هو مش فاهمها؟
ليه الكنيسة مصرة على الاحتفاظ باللغة القبطية في صلواتها؟ لأن صلواتنا وألحاننا ومدايحنا وتسابيحنا وضعت باللغة القبطية. اللغة القبطية من القرن الثالث الميلادي، واللغة القبطية بصفة عامة هي اللغة المصرية القديمة اللي كانت برسومات ولكن تكتب بحروف يونانية عشان تبقى قابلة للكتابة بالحروف والقراية. ثم أنها لغة موسيقية، ألفا فيتا غما دلتا إيسو زيتا إيتا، ومن خلال الصلوات موزونة شعرا باللغة القبطية. فبنصلي بالقبطي، بنصلي بالقبطي ومصطلحات قليلة باليوناني، لكن كمان بنصلي بالعربي، بنستخدم العربي كتير في صلواتنا بالتأكيد. وفي المهجر بنستخدم لغات البلد اللي احنا فيها، مش كده؟ انجليزي، الماني، فرنساوي زي ما يكون، روسي. وفي الصلوات ده هي بنستخدم تكرارها بيخلي المصلي يقدر يستوعبها ويفهمها. هل صحيح انه في احدى القرى في صعيد مصر أهلها يتحدثون القبطية بطلاقة؟ في إبرشية كاملة أهلها يتحدثون القبطية الملوي. طب دي أسقفها أحد علماء اللغة القبطية، وطبع الموهبة اللي عنده دهيت على كل شعبه. بيتكلموا يعني بيتكلموا اللغة المصرية؟ بيتكلموا لدرجة أنه مثلا بيعملوا مسرحيات كاملة باللغة القبطية، مسرحية كاملة من ألفها إلى ياءها. دي ثروة بشرية باللغة القبطية. بجد ثروة ثقافية يعني. طبعا وبيجوا يعرضوها هنا في القاهرة. وأماكن كثيرة اللغة القبطية بتستخدم، ومثلا في مناسبة السنة الجديدة بنستخدم كلمة ونقول نفري شاي. نفري شاي يعني عيد سعيد، ودي من أيام الفراعنة. وقيسي على كده بقى كلمات كثيرة خالص. أعتقد أنه في شخصية قداسة البابا جوانب عديدة. برضو الفضول يخلينا لازم نسأل قداستك بتقرأ لمين؟ من هو كاتبك المفضل قداسة البابا؟ أنا بحب أقرأ طبعا القراءات الدينية بصفة عامة، وبحب أقرأ القراءات اللي هي فيها ترجمة من ثقافات أخرى. وبيعجبني قوي قوي الأدب الروسي، ليو تولستوي بكل قصصه وآخرين أدباء يعني في روسيا، بحس كده بالتاتش الإنساني فيها. وبحس إن روحها قريبة لنا في مصر شرق. فده مثلا من القراءات. كنت بقرأ كتير، ويمكن بقالي وقت قليل، للدكتور زكي نجيب محمود فيلسوف مصر. كنت بقرأ له كتير، قصة نفسه، قصة عقله، قصة قلبه. يعني القراءات الأدبية دي بتستهويني كتير. وبكل مشغولياتك قداسة البابا عندك وقت لهذه القراءات؟ ده بحس إنها هي الفسحة بتاعتي. يعني الواحد بيخرج شوية في الرؤية. يوسف السباعي كمان كنت أحب قراءاته، بس من زمان ما قريتش له. يعني وهكذا. الوقت الخلوة ده مصطلح مستخدم داخل الكنيسة كتير. كيف يقضي قداسة البابا؟ طبعا اليوم يوم عمل. في ايام عمل بتبقى ايام مكثفه قوي مليانه، زي ايام الاعياد مثلا، مش فيها خلوه دي. لكن ايام الاصوام بيسمح بيها في الخلوه. احيانا خلوه فتره صغيره يوم يعني، ده ممكن اقضيه هنا في القاهره، اقعد في قلايتي ما انزلش، او في اسكندريه. في خلوه تبقى وقت اطول، 3-4 ايام بيبقى في الدير افضل، وهكذا يعني. موضوع صلواتك وأمنياتك قداسة البابا، أكتر حاجة بتشوف أنك مشغول بيها وبتتمناها بتحلم بيها للكنيسة للبلد؟ بحلم أولا بالاستقرار وبالسلام. وبحلم أن ربنا يرفع عن العالم الموت والوباء والغلاء والفناء وسيف الأعداء. قداسة البابا مثلك الأعلى في الأشخاص يعني؟ في نطاق الأسرة في مثل أعلى أو أمثلة طبعا، الأب والأم، خلان، عمام، دول مثل أعلى، جد، جدود. في نطاق الكنيسة في أمثلة حلوة خالص طبعا، يعني لأن ربنا سمح أكون في المنصب ده أو في المكانة دي، فدايما أنظر للوراء.
فبنظر للبابا كيرولوس وللبابا شنودة، وكل واحد له وجه كبير وأثر عميق في تاريخ الكنيسة وتاريخ البلد. فبعتبر دي أمثلة، وما أقدرش أخلي مثل واحد. بيعجبني خالص الدكتور أحمد زويل، يعجبني الدكتور مجدي يعقوب، الأمثلة الإنسانية. الأم تريزا تعجبني جدا جدا، وقريت قصة حياتها أكثر من مرة وشفت لها فيلم كامل. النماذج الإنسانية الرفيعة اللي بتخدم البشر. قداسة بابا بشكرك على وقتك، وقبل ما أنهي اللقاء لازم تاني أقول لقداستك كل سنة وقداستك بألف خير، كنيسة مصرية بألف خير. ولكن أنا أخلص كلام وأسأل قداستك عن الفضيلة التي تتمنى أنه في عيد الميلاد المجيد يتركها لدى مصر، أو أن تبارك بها مصر في هذا العام. أن الإنسان يبقى فرحان وعنده رجاء في المستقبل. صح الأزمنة الحاضرة فيها ضيق وفيها أزمات وفيها بعض مخاوف، وتلاقي الأولاد الصغيرين بيتكلموا الدولار بقى بكام النهاردة، الأزمات ده هي. لكن لازم يكون عندنا أمل وعندنا رجاء للمستقبل وعندنا رؤية إيجابية إن الأيام اللي جاية، وإن العالم اللي احنا عايشين فيه ده له قائد. الله يسموه سيد التاريخ، الله سيد التاريخ وهو اللي بيقود. وإذا كان بيدينا الشمس كل يوم والهواء والمية والحياة والنهار والنور والليل والقمر، يعني بيدينا كل التفاصيل دي، مش هيبعد عننا احتياجاتنا اليومية البسيطة ده هي. يا رب. بشكرك قداسة البابا. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، وكل سنة ومصر كلها بألف خير.